الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هدى ونورا وشفاء ورحمة للعالمين، يهدي للتي هي أقوم، حيث يقول الحق سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بعثه رب العزة عز وجل ليتمم للبشرية كلها مكارم الأخلاق، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فإن القرآن الكريم أنزله رب العالمين رحمة للعالمين، هدى ونورا وشفاء وضياء، يهدي للتي هي أقوم إلى صراط الله العزيز الحميد. فمن خرج عن ذلك أو انحرف عن هذه المعاني، الهدى، النور، الضياء، الرحمة، القول الطيب، الكلم الطيب، من انحرف عن ذلك فهما أو عملا فقد انحرف عن المقاصد السامية لكتاب الله عز وجل. فكل ما يدعو إلى القيم والأخلاق والإنسانية والبناء والتعمير وإقامة العمران وعمارة البلاد وحمايتها، يأخذك إلى صحيح فهم القرآن ومقاصده العامة. وكل ما يأخذ إلى سيء الأخلاق أو الهدم أو الفساد أو الإفساد، فلا علاقة له لا بالقرآن ولا بسنة سيد الأنام ولا بالإسلام ولا بالوطنية ولا بالقيم الإنسانية. وقد استمعنا قبل قليل إلى صورة من الصور القرآنية التي عنيت بالقيم الأخلاقية والإنسانية في أسمى معانيها، وهي صورة الحجرات. وقد جاء النداء فيها 6 مرات، 5 مرات للمؤمنين ومرة للناس أجمعين، وابتدأت بقوله تعالى: وعلينا أن نتعلم من أدب القرآن كيف نخاطب الناس وكيف نتعامل معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تعلمنا الأدب مع الله والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أهواءكم، ولا أي شيء أو أمر من الأمور
تقدموه على أمر الله ورسوله وحكم الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تنتقل الصور إلى النداء الثاني بعد الحديث أو طلب الأدب مع الله ومع سيدنا رسول الله إلى أدب خاص مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تقدموا على سنته أهواءكم ولا آراءكم، ما دمتم تفهمون السنة فهما صحيحا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تتعاملوا مع رسول الله كما يتعامل بعضكم مع بعض ولا مع سنة رسول الله على أنها كلام ككلامكم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا لم تعطوا رسول الله وكلام رسول الله حقه من التعظيم والتقدير والإجلال. ثم انتقلت الصورة إلى النداء الثالث في التعامل مع الخلق، أربع نداءات أخرى في غاية الأهمية. النداء الأول ونحن أحوج ما نكون إليه اليوم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دعوة الإسلام إلى التثبت والتحقق من الأخبار، وفي قراءة فتثبتوا. يقول الإمام النووي رحمه الله: لأن الإنسان عندما يسمع كلام الخلق وكلام الناس يسمع الصدق ويسمع الكذب، فإذا لم يعمل عقله ولم يتأمل نقل الصدق ونقل الكذب. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، لا يفكر فيما يقول ولا فيما يتكلم، يهوي بها في النار بعد السرية. وقالوا: العاقل من يفكر قبل أن يتكلم، أحمق من يتكلم دون أن يفكر، ومن ينقل الأخبار دون أن يتثبت، ولا سيما من تلك الصفحات المشبوهة والمواقع المجهولة، فلا تنقل عن المجاهيل. وإذا كان أهل الحديث وعلماء السنة لا يجيزون النقل عن المجاهيل أصلا، فعلينا أن نتعلم منهم ألا تنقل عن مجهول في أي قضية، وأن تعمد إلى أهل الاختصاص، ولا سيما في أوقات الأزمات والنوازل وما شابه ذلك. فعندما يواجه العالم كله أمرا، نسأل الله عز وجل النجاة للبشرية كلها منه، وهو هذا الفيروس الذي ينتقل من دولة إلى أخرى وينتشر انتشار النار في الهشيم، يجب عليك أن تقف عند الجهات المسؤولة في كل دولة، وألا تأخذ الكلام إلا من المواقع الرسمية لوزارات الصحة والمؤسسات المعنية في الدول، لأن كثيرين ممن لا يتقون الله لا يعنيهم لا دين ولا وطن ولا خلق، يتاجرون حتى بابتلاءات الناس
وحتى بمثل هذه الأحداث الكبرى، ويحاولون أن يوظفوا كل شيء لمصالحهم، مما يتطلب التثبت والتريث، وألا تنقل لا شفاعة ولا كتابة ولا تشييعا ولا نقلا ولا مشاركة إلا ما تطمئن إلى مصدره، وأنه من مصدر صحيح يعتمد عليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، سواء كان ينقل شفاهة أو يكتب على صفحاته، عليك أن تتثبت من المعلومة من المصادر الصحيحة المعتمدة الموثوق بها، سواء كان ذلك في العلم أم في شؤون الدنيا أم في الأحداث أم في النوازل. فتبينوا، أعمل عقلك لا تنقل دون أن تفكر فيما تنقل. أن تصيبوا قوما بجهالة، بطيش، بنزق، بحماقة، بخفة، بدون راوية، بالنقل عن المجاهيل، لأنك لا علم لك ولا علم لهؤلاء المجاهيل. أن تصيبوا قوما بجهالة، بطيش وحمق وتسرع نتيجة عدم التثبت، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ودخل أحد الناس على سيدنا عمر بن عبد العزيز يتحدث في أمر عن شخص آخر دون أن يتثبت، فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز: يا هذا، إن شئت حققنا في كلامك، إن شئت، والتحقيق يترتب عليه محاسبة إن ثبت كذبه أو ثبت عدم صدقه، إن شئت تثبتنا أو حققنا في كلامك. ثم انظر إلى ماذا قال له عندما نقل له كلاما عن شخص آخر: إن كنت صادقا، إن كان نقلك صادقا وكنت تقول الحق، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لأن المؤمن لا يقول إلا خيرا، وإذا رأى خيرا ذكره، وإذا رأى شرا سطره، فإن وشى بالناس قال: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سنتحقق ونتثبت. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية الأخرى: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: بل العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود إلى ذلك أبدا. ثم يأتي النص القرآني: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الإنسان بما يكره أن تذكره به. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نقول، إن كنا نقول الحق وهذه الصفة الزميمة فيه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. حتى لو كانت في هذه الصفة، هل تحب أن يذكرك أحد في غيبتك؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. هل لو كان فيك صفة زميمة أتحب أن يذكرك الناس بها في غيبتك؟ إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فقد بهته. والبهتان هو الافتراء على خلق الله بالكذب والزور والبهتان. ثم إن الإنسان لو انشغل بإصلاح عيوب نفسه لما نظر في عيوب الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبصر أحدكم القزاة، الشيء اليسير في طرف العين، يبصر أحدكم القزاة في عين أخيه ولا يبصر الجزع، كأن لو جزع نخلة في عينه لا يراه، لأنه لا يريد أن يرى عيوب نفسه. يبصر أحدكم القزاة، الشيء اليسير في عيوب الآخرين، ولا يبصر الجزع في عين نفسه. نحن لسنا مطالبين بعدم الغيبة فحسب،
بل يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، فيقول: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذا هو الأدب. ولا تجسسوا، لا تتتبعوا عورات الناس، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. أنت تبحث عن عورات الناس وعن عيوبهم ومسالبهم، ولا تنشغل بإصلاح نفسك. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رؤوس الأشهاد. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، هذا هو النداء الرابع، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عن سيدنا بلال الحبشي إنه سيدنا، فكان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. وكان يقول عن صهيب الرومي: رابح البيع أبا يحيى. ويقول الإمام علي: الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة، وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء. الله، الله وحده، الله فوق الخلق، فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ومن أبطأ به عمله، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. جاء النداء الرابع في السورة القرآنية المباركة سورة الحجرات، ينهى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. انظر إلى الأدب القرآني وأعلى درجات الأدب: ولا تلمزوا أنفسكم. لم يقل لا تلمزوا الآخرين ولا تلمزوا الناس، ولكن لا تلمزوا أنفسكم، لأنك أنزل نفسك منزلة من تلمزه، وقدم للناس ما تحب أن يقدموا لك، وكف عما تحب أن يكف عنك. فأنت عندما تلمز تلمز نفسك، وعندما تسيء تسيء إلى نفسك، لأن الآخر يستفيد الحسنات، وأنت الذي تقع في مخالفة الأمر الإلهي. ويأتي النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم يأتي التشبيه القرآني، يأتي التصوير القرآني في غاية التحذير: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يقولون فلان أكل لحم فلان، أي نهش عرضه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟
فكرهتموه واتقوا الله. ثم يأتي النداء الإنساني السادس عاما لكل الناس، لأن الله أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم للناس كافة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من أب واحد آدم عليه السلام وأم واحدة حواء، فعلام يتطاول الإنسان، فإذا تطاول الإنسان بعلمه فلينظر إلى مصير قارون عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. وسئل أحد الناس: ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ قال: هي الكبر، سواء كان التكبر بالمال أم بالجاه أم بالعلم. وأخطر أنواع الكبر ما وقعت فيه الجماعات الضالة أن تتكبر على الناس باسم الدين، أخطر أنواع الكبر وأشد أنواعه حمقا وجهلا أن تتطاول على الناس وأن تستعلي عليهم بما تظن أنه تدين، أو تستعلي عليهم بالدين، لأن التدين لو كان حقيقيا لحملك على التواضع لخلق الله، وحملك على عدم الاستعلاء على خلق الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو اتقى الإنسان الله عز وجل لما تكبر ولما استعلى ولما أفسد، وكان كما أراد الله. وأختم بحديث عظيم من أحاديث سيدنا رسول الله يبين أن الإنسان المؤمن المتصل بالله لا يأتي منه إلا كل خير، يكون مفتاحا لكل خير ومغلاقا لكل شر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلت: يا رسول الله ادعو لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. تقول: فسعدت بذلك وضحكت حتى بدا البشر في وجهها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وكيف لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. أسرك دعائي يا عائشة؟ وكيف لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا دعائي لأمتي في كل صلاة، لا يزال هذا دعائي لأمتي في كل صلاة. النبي في كل صلاة يدعو لأمته بالخير والغفران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو ديننا، هذا هو رسولنا، هذا هو أدب القرآن. فمن صار على أدب القرآن كان باب رحمة، باب خير للإنسانية جمعاء. ومن خرج عن معاني الرحمة والخير والهداية والإنسانية إلى الغيبة والنميمة والفساد والإفساد والكذب والبهتان، فلا ينسب نفسه ولا يحسبها لا على القرآن ولا على الإسلام ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت في الإنسان نفعا وحبا للخير وللمجتمع وللبناء
فهذا هو الطريق القويم. أما إن وجدت إنسانا يستعلي على الناس بعلمه أو بدينه أو بخلقه أو بجاهه أو بأي شيء آخر، فاعلم أنه لم يتأدب بأدب الإسلام. نسأل الله العلي العظيم أن يؤدبنا بأدب القرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن، وارزقنا حسن الأدب مع القرآن، وحسن الأدب مع سيدنا رسول الله، وحسن الأدب مع أوطاننا، وحسن الأدب مع كبارنا، وحسن الأدب مع مجتمعنا، وحسن الأدب مع أوطاننا، وحسن الأدب مع الإنسانية جمعاء. اللهم إنا نضع إليك ونسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن ترفع الوباء والبلاء عن الإنسانية جمعاء. اللهم لا حول ولا قوة لنا ولا للبشرية ولا للإنسانية إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة لنا ولا لأحد من خلقك إلا بك. وإلا ترفع عنا البلاء وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء يا رب العالمين، وسلمنا وسلم أوطاننا والعالمين من كل داء، واهدنا إلى سواء السبيل. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.